خلينا مشاهدينا نطمن الاول على اخبار الطرق ونشوف يعني الحاله المروريه عامله ازاي. هننتقل مع حضراتكم لغرفه عمليات المرور مع زملائنا عشان نشوف اخبار الحاله المروريه مع زميلتنا مروه علاء. مروه صباح الخير. وكل مشاهدي قناه المحور، الان عدسه صوت الناس موجوده في غرفه المراقبه الخاصه بالاداره العامه للمرور لتفقد الحاله المروريه في شوارع القاهره، ومعنا الان على الهواء مباشره سيادة الرائد أحمد الشريف من الإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح الخير بحضرتك. أهلا وسهلا. سيادة الرائد، الآن حدثت بعض الحوادث في شوارع القاهرة، منها حادث كوبري كوتسكا وأيضا حادث تسرب الزيت في مسترد. عايزين حضرتك توضح لنا إزاي الإدارة العامة للمرور تعاملت مع هذه الحوادث. بالظبط، هو احنا صباح اليوم تبلغ لنا بوجود حادث اولا على محور الاستيراد، تحديدا عند مطلع كوبري كوتسكا القادم من مناطق 15 مايو وحلوان اتجاه القاهره. الحادث كان عباره عن انقلاب سياره نقل محمله بالطوب. الحمد لله رجال الاداره العامه لمرور القاهره توجهوا في فتره سريعه الحمد لله، وتم تجنيب السياره ورفع الحموله واعاده الحركه لطبيعتها. كانت تسببت ببعض الكثافات في هذه المنطقه، ولكن الحمد لله سرعان ما تم ازاله هذا المعوق. بالنسبة للحادث الآخر كان على الطريق الدائري بعد تجاوز مسترد اتجاه أعلى الطريق الزراعي، كان بلاغ بسيارة نقل من الحجم الكبير محملة ببراميل بها زيوت اصطدم بالجزيرة الوسطى وحدث سقوط لبعض الحمولة على الطريق. أيضا رجال الإدارة العامة للمرور الحمد لله توجهنا سريعا، وبالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية تم غسل الطريق وفرشه بالرمال مرة أخرى. الطريق الآن أصبح آمن تماما الحمد لله. الحادثين لم يسفروا عن أي إصابات، وتم إزالة المعوقين الحمد لله وعودة الحالة لطبيعتها الحمد لله. ايضا كان في عربيه معطله في كوبري المعادي، نفق المعادي، عايزين حضرتك توضح لنا الاداره العامه للمرور ازاي تعاملت مع هذه العربيه، وهل هذه العربيه لسه موجوده حتى هذه اللحظه ولا تم حملها؟ لا، هي الحمد لله العربيه تم تحريكها، وكان بلاغ بعطل سياره نقل داخل نفق القادم من الدائري اتجاه المعادي. الحمد لله تم توجيه الخدمات وتم دفع السياره. احنا رجال الاداره العامه للمرور بيتوجهوا اذا كانت السياره ممكن تحريكها، بيتم تحريكها واصطحابها لمكان امن، مكان متسع امن للحركه المروريه بحيث ان هو ما ياثرش على باقي السيارات. اما اذا كان في مشكله في تحريكها فبيتم اصطحاب معده ثقيله زي لودر او ونش عملاق، وبيتم رفع السياره من الطريق لاعاده الحركه لطبيعتها. ايضا يا فندم، طريق صلاح سالم النهارده شهد حادث، ممكن حتى توضح لنا الحادث ده اسبابه ايه، وهل الحادث ده لسه موجود ولا لا؟ بالظبط، ومن دقايق كان جالنا بلاغ بوجود مصادمه بين سيارتين على محور صلاح سالم تحديدا امام حديقه الازهر القادم من مناطق السيده عائشه اتجاه العروبه. الحادث اسفر عن اصابه احد قائد السيارتين، تم نقله للمستشفى بواسطه الاسعاف. وايضا رجال الاداره العامه لمرور القاهره جنبوا السيارتين عن نهر الطريق تماما، وايضا الحمد لله الحادث تم رفعه. نقدر نقول في المجمل الحمد لله كافه المحاور الان بتعمل بصوره جيده، مفيش اي اعاقات عندنا الحمد لله. تمام. في انباء عن قطع طريق السويس، عايزين حضرتك توضح لنا اسباب قطع هذا الطريق ايه، ولو في بدائل للمسافرين. هو فعلا النهارده هنقوم بالتنسيق مع الاداره مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، هيكون في مد لخط مواسير مياه تحديدا على طريق السويس عند الكيلو 24. بنو